كيك الشوكولاتة الألماني، ومقادير الكيك 3 أرباع كوب زبدة مذابة، 1.5 كوب كاكاو، 1 كوب قهوة، 1 كوب لبن رايب، 1 كوب كريمة حمضة، 3 كوب سكر بني، 3 بيض، 1 معلقة كبيرة فانيليا، 2.5 كوب دقيق، 2 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، و1 معلقة صغيرة ملح. بالنسبة لفروستنج الشوكولاتة الألماني هيكون 1 كوب سكر بني، 1 كوب حليب مبخر، و3 صفار بيض، 1.5 كوب زبدة، و3 معلقة صغيرة فانيليا، و3 كوب جوز هند. بالنسبة لفروستنج الشوكولاتة باللبن هيكون 2 كوب شوكولاتة باللبن مذابة، 1 كوب زبدة، 1.5 كوب كاكاو باودر، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 5 كوب سكر بودرة، من 3 ل 6 معالق كبيرة لبن، وعندنا للتزيين 2 كوب بيكان محمص. هنبتدي بالكيك. هنحط الزبدة وهنحط معاها السكر البني الناعم، وهنبتدي نضربهم مع بعض. هنضيف الفانيليا للبيض، وهنبتدي نضيف البيض للسكر البني والزبدة. هنضيف كل المكونات الجافة اللي هي البيكنج سودا والبيكنج باودر والملح للدقيق، وهنخلطهم مع الدقيق وكمان الكاكاو. لازم نتأكد ان احنا اخدنا المقدار كله من كل حاجة، لان ده هيفرق في اي حاجة احنا بنعملها في الحلويات. المقادير لازم تكون مظبوطة. دلوقتي نضيف البيض ونضربهم مع بعض. هنضيف الكريمة الحامضة، ونخفقهم مع بعض مرة كمان. وبعدين دلوقتي هنضيف كل المقادير الجافة ومعهم اللبن الرايب والقهوة. كده كيك الشوكولاتة جاهز. القهوة اللي بنضيفها للشوكولات كيك طعمها مش هيبان قوي، هي بس بتدي عمق لكيك الشوكولاتة. بنحس ان طعم الشوكولاتة بيبان اكتر لما بنضيف قهوة لكيك الشوكولاتة. الصواني، وهنقسم الكيك على 3 صواني وهندخلهم الفرن على درجة حرارة 160، وهيقعدوا في الفرن حوالي 30 دقيقة. دلوقتي نعمل أول نوع فروستنج اللي هو الفروستنج الألماني. هنحط كل المقادير بتاعته على النار ما عدا جوز الهند. اسيح بس الزبده شويه على النار، وصفار البيض هضربه
مع اللبن والفانيليا. الزبدة ابتدت تسيح، حطيت السكر وهحط اللبن المكثف أو المبخر ومع صفار البيض واللبن والفانيليا. وهسيبهم على النار لحد ما يغلوا، وبعدين هضيف جوز الهند. وفي نفس الوقت نبتدي نعمل الفروستنج التاني. هنحط الزبدة وهنبتدي نضربها علشان تبقى هشة وتبقى طرية. وبعدين هنضيف لها السكر. اوكي كده ده كويس خلاص. هنضيف له جوز الهند، نقلبه معاه ونسيبه لحد ما يبرد خالص علشان بعد كده نقدر نستعمله. نطلع الزبدة من على الجنب ونبتدي نحط السكر. وبعدين هنحط الكاكاو والشوكولاتة. والفانيليا. هنضربهم مع بعض وهنشوف لو احتاجنا نضيف لبن بعد كده ولا لا. هنحتاج نضيف اللبن، ننزل بس الباقي. اوكي وكده خلصنا كل مكونات الكيك. قادر بس ان احنا نجمعها كلها مع بعض. ده بيبقى شكل الكيك لما بتتخبز. وده فروستنج الالماني لما بيبرد. وعندنا هنا الفروستنج الشوكولاتة. هنبتدي بالفروستنج الألماني لأن هو ده اللي هيكون الحشو.